الأستاذ الفاضل فيلالي غويني، السادة أعضاء المكتب الولائي. نحن ندعو الجميع، كل المواطنين والمواطنات، إلى الإقبال والتصويت على التعديل الدستوري، والتصويت عليه بنعم، لقناعتنا من أن هذا التعديل الدستوري يجمع ولا يفرق. قالوا لنا الأمازيغية راهي تضر العربية، وإحنا نقولوا في حركة الإصلاح الوطني تمازيغت ماشي ضرة للعربية، تمازيغت أخت شقيقة للعربية، تمازيغت اللي موجودة في التعديل الدستوري ماشي هي القبائلية كما يظن بعض الناس، تمازيغت هي القبائلية والشاوية والمصابية والتارقية والشلحية، هي كل ما يوجد من تنوع في الجزائر.